العلم التنمية كيعتبر باللي هذه بالنسبة له نتائج طبيعية ديال العمل ديالو الجاد. حزب العدالة والتنمية هو واحد الحزب كيتميز بشوية ديال السذاجة، ما كيعرفش بزاف هاد السياسة ديال شنو نسميها ديال الدمشقي، ما عرفتش شنو هي يعني هاد السياسة ديال اللاعب على الكلام وهذا. وإذا الإنسان نجح في الانتخابات المهنية يعلن بأنه غادي يسير البلاد وهو متأسف ومازال ما كيبان له بلي كاين بزاف المشاكل داك الشيء، والنهار اللي ما يوصلش للنتائج اللي بغا يبدا يقول لا انني يعني هنالك خروقات الى اخره. انا نقول لكم انا يعني تاسفت لانه شفت الاحزاب ديال المعارضه كيفاش كومون لا غياجي الفرنسيه العربيه كيف كانت ردود فعلها على هزيمتها. هي انهزمت هزيمه نكراء ما فيها لا هذه ولا هذيك، وكان خاص في التقدير ديالي ثلاثه ديال الزعماء ديال هاد الاحزاب يكتبوا استقالتهم بثلاثه. انا شخصيا كنفكر ما انه غادي هادشي، انا ما جيتش ما مشاتش الانتخابات ولا مشات لو انه لا قدر الله كانت شي هزيمه نكراء بحال هذه قدم استقالتي شنو غادي نبقى نعمل؟ هكذا كنشوفوا في الغرب. الغرب هو اللي علمنا هذه الديمقراطيه، وهما تيقولوا هما اقرب للمنطق ديال الحداثه. الغرب ناضوا كيقولوا كل واحد اش كيقول، واحد كيقول حيد الناس التلاوه، وكل شيء عارف شكون اللي حيد الاخر. قال لك واحد السيد شاف واحد يعني واحد النهجه شاف له وشاف واحد الدري قال له وليدي واحد الديب كيجري على واحد النهجه، قال له هي راه شفت واحد النهجه كتجري على واحد الديب راه لازم من هنا، قال له وليدي انا عارف شكون اللي كيجري على الاخر غير قول لي من مشاو كاع.